امبارح أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف عن 180 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة. ده منذ انطلاق المبادرة في 13 من يوليو 2021. ده طبعا بهدف الوصول لجيل صحي خالي من مسببات الإعاقة. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وإيه اللي تم فيها من ضيفتنا اللي منورونا في الاستوديو النهاردة الدكتورة هالة عبد الرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. يعني شايفين دايما سيادة الرئيس مهتم جدا بالصحة للمواطن، شايفين مبادرات مختلفة جدا سواء للنساء طبعا أو حتى الأطفال كمان، شفنا المبادرات اللي هي علاقة بالضمور العضلي ليهم، والنهاردة في مبادرة طبعا الأمراض الوراثية والأطفال حديثي الولادة. حابين حضرتك تكلمين عن هذه المبادرة وإيه اللي تم فيها لغاية دلوقتي. هو طبعا في اهتمام كبير جدا في الآونة الأخيرة، يعني احنا كمصر بقينا خلاص على الخريطه الدوليه بالنسبه للامراض الوراثيه. في اهتمام كبير جدا من سياده الرئيس بالقصه ان مصر تبقى خاليه من الامراض الوراثيه ومن الاعاقه، وفي اهتمام كبير جدا بكل مجالات الاعاقه من كل الجهات. فانا احب انوه بس في الاول ان احنا عندنا برنامج قومي للكشف المبكر للامراض الوراثيه للاطفال حديثي الولاده من سنة 2000 في مصر. كشف مبكر عن الإعاقة، عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي. ده بيتعمل من سنة 2000. كل طفل في مصر عن طريق عينة دم جافة من كعب الرجل بيتعمل له التحليل ده. من سنة 2015 تم ضم ليه مرض تاني، مرض الفينايل كيتونيوريا، برضه بيتعمل من نفس عينة الكعب اللي بتعمل للبيبي لما بيروح أقرب وحدة صحية ليه من بداية اليوم الثالث من العمر. طبعا برنامج قومي، يعني كل طفل في البلد بيتعمل له التحليل ده وبتطلع النتائج، ولو طلع ايجابي بيبقى متابع مدى الحياه وصرف ألبان علاجيه مدى الحياه. التطور الجديد بقى طبعا الطفره الجديده، سياده الرئيس طبعا المبادره الرئاسيه من يوليو اللي فات 2021 للاكتشاف المبكر عن 19 مرض وراثي في الاطفال المبتسرين بوحدات الرعايه الحرجه في المستشفيات. طبعا دي كانت حاجة احنا كنا بنحلم بيها كتير جدا، لان الامراض الوراثية حضراتكم زي ما عارفين اما بتسبب خطر الوفاة او خطر الاعاقة، وتفر بقى الاعاقة اعاقة ذهنية، اعاقة جسدية من اي نوع من الانواع، اعاقة اضطرابات في النمو والتطور، بيكون فيها اضطرابات سلوكية، اضطرابات نفسية، حاجات كتيرة جدا. وخطر كمان نسبة الخطر أو الخطورة في الإنجاب في المراحل اللي جاية، أو يعني خطور نسبة الخطورة في الأطفال الجايين في الحمل القادم واللي بعده بالنسبة للأسر. وفي أسر كتير عندها أكتر من حالة وفيات في الأطفال وما بتكونش تشخص المرض إيه عندها، وغالبا بيشخص إن هو كان بيشخص في الأول إن هو التهاب في الشعب الهوائية، إنه نازلة معوية حادة، إنه واتيفر واتيفر. طبعا بعد المبادره بقى بيتاخد عينه دم جافه من كل الاطفال المحجوزين بوحدات الحضانات في الرعايه المبتسرين، وحدات المبتسرين في المستشفيات، وبقى بيتحلل 19 مرض وراثي. عندنا في المركز المصري للتحكم بالامراض والسيطره على الامراض في حميات امبابه، ده مركز مجهز باحدث التقنيات من الأجهزة اللي هي بتقوم بالكشف المبكر على الأمراض الوراثية. لما بيتم التشخيص لما بيتم الاشتباه في المرض بيطلب عينة مكررة وعينة تأكيدية، ولما بيتم تأكيد المرض بيتم تحويل الحالة للحصول على العلاج اللازم ليها بالمجان. دكتور هلا، حضرتك قلت إن في 2015 كان بالفعل أو من 2000 كان الكشف عن نوع واحد من الأمراض الوراثية، ثم في 2015 أصبح مرضين بيتم الكشف عنهم، لحد الطفرة اللي حصلت النهاردة 19 مرض وراثي بيتم الكشف على الأطفال حديث الولادة علشان خاطر نتأكد من سلامتهم من هذه الأمراض حتى لا يحدث أي أمر مكروه في المستقبل لا قدر الله. بنتكلم على 180 ألف حالة وصلتم إليها من خلال المسح اللي بيتم على هذه الأطفال تحديدا للكشف عن هذه الأمراض. إيه سبب الأمراض دي وإزاي اللي أنا أقدر أحد من هذه الأمراض؟ طبعا هو من اهم الاسباب الموجوده عندنا في مجتمعنا
هو زواج الأقارب. احنا مش قادرين نتغلب يعني. لسه موجود بالشكل الكبير يا دكتور؟ نعم لسه موجود بالشكل الكبير. طبعا الثقافه بتاعه زواج الاقارب دي لغايه دلوقتي مش قادرين. احنا بنعمل حد ليها طبعا عن طريق التوعيه، برامج التوعيه كتيره جدا، وان احنا نقول لهم خطوره زواج الاقارب والامراض اللي ممكن تنشا، ونوري لهم خطوره الامراض دي بعد كده مع اولادهم، واحتمالات الاحتمالات في المستقبل ايه بالنسبه للاطفال بتوع الاسر دي. مش الاسره دي بس، ده الاسره الكبيره كمان. صحيح. يعني فيما بعد، في يعني حتى ابني لما يتجوز ولاده هيبقوا ايه، بنوتي احتمالات بعد كده في المستقبل ايه. احنا بنحاول نحد من ثقافه بصراحه زواج الاقارب، لان احتمال توارث الطفره، وجود الطفره وراثيه او تغير وراثي في عامل وراثي معين عند الفرد، ممكن يكون غالبا نوع نفس نوع الطفره هيكون عند الفرد الثاني لانهم من نفس الاسره. بس ده ما يمنعش ان الامراض الوراثيه ممكن تحصل من زواج فردين مش من اسره واحده او مش اقارب طبعا. بلس العمر الانجاب في سن متقدم. طبعا دي انتشرت جدا في الاونه الاخيره، طبعا الاستريس وصعوبات الدنيا مع العمل مع الاعباء الاقتصاديه بتخلي طبعا الجواز بيبقى في سن اكبر، وبتخلي ما فيش طبعا الثقافه ان هم او الوعي الكافي ان لغايه عمر معين المفروض ان المراه ما تنجبش بعديه، وان بعد عمر معين هتزيد خطوره جدا. وبالنسبه للرجل برضه نعم في 40 سنه تقريبا عمر المراه. بالظبط بالظبط، المفروض قبل ال 40، يعني قبل ال 40 كمان، لان هي يعني حتى 35 المفروض انف ان هي تخلف. بس طبعا هتلاقي ان الزواج عمر الزواج عندنا بقى متقدم جدا، وبالتالي عمر الانجاب طبعا. وفي اسر بقى في البلاد في المحافظات عندنا في مصر بيستمروا في انجاب اعداد كبيره جدا رغم تنظيم الاسره والتوعيه. يعني انا اعرف واحده عندها 40 سنه وده خامس عيل ليها. بالظبط بالظبط، يعني لازم يبقى في فعلا قوانين رادعه. يعني حرام يعني خمس عيال وهي في الاخر مش عارفه تصرف، فالموضوع صعب قوي. طيب يا دكتور خلينا نتكلم عن احنا دايما بنحاول نحد من المشاكل اللي يمكن بتواجهنا، ايه التحاليل اللي نقول عليها لازم اي زوج وزوجه قبل ما يقدموا على هذه الخطوه يعملوها؟ هو في طبعا فحص ما قبل الزواج. من الحاجات المهمه قوي في فحص ما قبل الزواج اللي هو اول حاجه ان يعني حضرتك ما تروحش يعني والطرف الثاني عشان تعملوا فحص ما قبل الزواج بعد كل حاجه ما تمت. يعني حضرنا كل حاجه وعملنا البيت اللي هنتجوز فيه وحجزنا المكان وكله كله. فطبعا حتى لما بنيجي نقول لهم ده احتمال في اصابه معينه تظهر في ولادكم بيكون خلاص الموضوع قدر الله ما شاء فعل. مهم جدا فحص ما قبل الزواج، ان يكون قبل الزواج على الاقل بثلاث شهور، والافضل طبعا يبقى في عمر قبل التخطيط للجواز اصلا. لان احنا من اول الحاجات البسيطه جدا فحص ما قبل الزواج ان احنا بنعمل شجره العيله. شجره العيله دي ان انا بقعد مع الزوج والزوجه او الطرفين اللي هيبقوا ان شاء الله زوج وزوجه، بتكلم معاهم عن تاريخ ثلاث اجيال متتاليه. الجيل بتاعهم يعني كزوج وزوجه باخواتهم واولادهم، الجيل الاكبر اللي هو الاب والام والخالات والعمات، والجيل الاكبر اللي هم الجد والجده واولادهم. وبشوف من التاريخ الاسري بتاعهم ده عن طريق مناقشه او كلام عادي جدا بيننا وبين بعض، هل في مرض بيبتدي بيتكرر في الاسره؟ هل في اعاقه درجه من درجات الاعاقه الذهنيه او اي نوع؟ هل في تكرار ان اكتر من حاله وفاه في الاطفال في اعمار معينه؟ هل في معدل اجهاض عالي في حصل لام من الامهات في الاسر دي؟ هل حتى لو في تاخر في النمو والتطور لاي حاله من حالات الاسره بنبتدي نتبعه في ثلاث اجيال متتاليه؟ لو اكتر من حاله يبقى في احتمالات طبعا انها يكون على طول انه مرض وراثي. صحيح. فبنقول لهم بنبتدي من التاريخ الاسري بنبتدي نكتشف او بريدكت نتنبا نوع المرض ده ايه بالظبط من الاعراض بتاعته، ومن طريقه توارثه بين الاجيال، هل هو بيعدي في كل ثلاث اجيال ولا هو بيسكيب جيل، يعني بيجي في جيل وجيل تاني ما يبانش فيه، فبتبقى مرض بنقول عليه مرض متناحي. نبتدي نتنبا مرض معين، فور اكزامبل مثلا مرض انيميا البحر المتوسط الثلاثينيا. فببتدي اقول ان الطرف الاول ان انت لو في حد من الاسره عنده انت احتمال كبير جدا تكون لانك سليم تماما ما عندكش اي عرض انك تكون حامل للمرض ده. طب لو انت حامل نبتدي الفحص بتاع المرض ده بحيث ان هو فعلا لو طلع حامل نبتدي في الحاله دي نفحص الطرف الثاني.
لو طلع حامل برضه يبقى نقول لهم يا جماعه ان في احتمال خطوره جدا ان انتوا لما تتجوزوا ان يكون في احتمال خطوره ان نسبه من اولادكم هيكون عندها المرض ده، والمرض ده اعراضه كذا وخطورته كذا، والتوعيه بقى كلها الكلام. طبعا فحص ما قبل الزواج، في فحص الار اتش دي مهمه جدا لانها بتعمل مشاكل جامده بعد الحمل. كل الفحوصات دي بتدي دلالات؟ يعني هل هي قطعيه ولا ممكن نسبه ونسبه لا؟ يعني نسبه الاصابه بهذه الامراض الوراثيه نتيجه عمل الفحوصات ما قبل الزواج بتكون قد ايه؟ هو فحوصات ما قبل الزواج بتجي بتاكد، يعني هي دلوقتي شره العيله بتقول لي في احتماليه ان يكون عنده، لكن لو عمل فحوصات بقى وراثيه دي هتاكد طبعا ان هما الاثنين حاملين للمرض، فيبقى في احتمال خطوره. هل ده معنى ان اول بيبي ليهم هيطلع مصاب بالمرض؟ لا طبعا، مش اول بيبي ليهم. طب انا ليه ما عملش الاختبارات الوراثيه دي من الاول عشان اقطع الشك تماما؟ هو طبعا الزوج والزوجه لو بيعملوا حاجه زي دي حاجه كويسه جدا، لان ده هيخليهم عارفين ان في نسبه خطوره. في اسر بيبقى اول بيبي، ثاني بيبي، ثالث بيبي ما عندهمش حاجه، وابتدي يظهر من الجيل الرابع، من البيبي الرابع. وفي اسر بيظهروا من اول طفل ويجي في ثاني طفل ويجي في ثالث طفل. يعني احنا عندنا بقى المرض الفينال كيتونوريا لانه برنامج قومي بنشتغل عليه من سنه 2015، فعندنا الاسر بقينا بنشوف ليهم اطفال كذا طفل يعني. بس عارفه يا دكتور احنا كمان بقينا نشوف كتير كمان انه ممكن الام اللي بتخلف كذا مره كتير، في طب مش طول الوقت بس كتير من الوقت بيبقى في حد من الاولاد دي بيتعب، بيجي له فعلا امراض يعني بنشوفها يعني مستعصيه شويه، بسبب انه اللي فهمته بعد كده بقى انه ممكن الحمل والولاده كتير تاثر على الرحم نفسه، فما يبقاش مكان امن للطفل او للجنين حتى. اكيد طبعا، هو الحمل كتير المفروض في فتره امنه بين كل حمل وحمل تاني، بحيث ان الرحم يستعيد نفسه ويستعيد البطانه بتاعته وتكوينها تاني، بحيث تبقى هيلسي يعني سليمه ومعافاه انها تقدر تستقبل البويضه الملقحه انها تدخل فيها تاني. بلس ان صحه الام، يعني في ام بيبقى عندها انيميا جديده من الحمل وبعد كده تكمل البيبي اللي بعده، وكل اطفالها بتلاقي عندهم انيميا جديده جدا، وده طبعا الانيميا من الحاجات المهمه جدا بتاثر في النمو العقلي نفسه. يعني بص نلاقي عشان نخلي جيل سليم صحي خالي من الامراض، يعني اطفال بتوعنا يبقوا معدل ذكائهم عالي، يكون صحتهم كويسه جدا. لازم صحه الام لازم نديها فتره بين الحمل والحمل تهتم بصحتها وبتغذيتها السليمه، وتدي فرصه لاجهزه الجسم بتاعتها انها تسترجع الوظيفه بتاعتها. ما بين كل طفل وطفل قد ايه؟ المفروض على الاقل يبقى سنتين بين الطفل والطفل تاني، وخاصه دلوقتي ان كل الولادات بتبقى اغلبيتها زي ما احنا شايفين قيصريه، فمش اقل من سنتين بين الطفل والطفل تاني. بس هي مش النظريه كده، هي النظريه مش انا كل سنتين هجيب بيبي، هو النظريه ان انا اقدر اجيب اطفال قد ايه يكونوا صحيين وانا صحتي تقدر. لو واحد كفايه، يعني لو طفل واحد صحي كفايه، مش بالظبط جدا بالظبط، طفل او طفلين بيقوا، يعني هنقول طفلين طفلين عشان يبقى من حقها يبقى عندها طفلين، حتى الاطفال تبقى من نفسيتهم بتبقى افضل. لا لو طفل طيب. كويس وهي قادره تصرف عليه وقادره تربيه مفيش مشكله طفلين، بس لو لا يبقى لو طفل واحد هيلسي صحيا واقدر اكمل تعليمه تعليم كافي واقدر اهتم بيه واقدر ان انا يعني اغطي نفقات بتاعته، بدل ما اجيب اطفال كتيره ويبقى حالتهم حتى التغذويه بتبقى حالتهم فيها. هو العيل بيجي برزقه زي ما الناس ما بيقولوا. نعم. للاسف عندنا معتقدات العيل بيجي برزقه، يعني هي دي الثقافه للاسف اللي بتطغى. احنا المصريين بنعمل كل حاجه. حل اي حاجه بالظبط، هي دي المشكله يعني. بس يعني لا الكونسبت بتاع المصريين اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني الفكره اللي انا جبت او خلفت، لكن لازم اللي انا اتدبر اعرف اللي انا هجيب رزقه منين، اللي انا هسعى ازاي علشان اعلمه افضل تعليم. بالظبط. خلينا نرجع للمبادره، مبادرة 100 مليون صحة تحديدا والكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وأعرف من حضرتك أهم الأمراض الوراثية اللي موجودة في هذه المبادرة. حضرتك قلتي رقم كبير دلوقتي أصبح مدرج داخل المبادرة. هو بصراحة أنا سعيدة جدا بتكلم على المبادرة دي، لأن يعني بالنسبة لنا كان حلم كبير، وسيادة الرئيس طبعا وسيادة وزير الصحة حققوا لنا إن احنا 19 مرض وراثي. الأمراض الوراثية مش زي أي مرض يا جماعة، أحب أقول لكم المرض طفل عنده حتى التهاب رئوي عنده اي مرض من الامراض قصه مختلفه، مرض وبياخد علاجه وبينتهي، لكن ده مرض فور لايف، يعني مرض مدى العمر. اسره خطوره ان هي يجي لها طفل واثنين وثلاثه،
انا بحد من انجاب طفل عنده مرض، لما اكتشف طفل بحد من انجاب اطفال تانيه في الاسره. فطبعا احنا عندنا 19 مرض وراثي. الامراض الوراثيه دي من ضمنهم مرض كسور الغده الدرقيه الخلقي اللي هو موجود عندنا في البرنامج القومي. بس علشان هو طبعا الطفل لو دخل وحده المبتسرين او الحضانه فمش هيكون في فرصه انه يعدى على الوحده الصحيه عشان يعمل العينه. ومرض كسور تضخم الغده الكظريه الخلقي وده من الامراض المهمه قوي للاطفال، ممكن تتعرض فيه لخطر الوفاه ونلاقي الام توفى لها طفل واثنين قبل كده وثلاثه وما تشخص. وفي عندنا كمان امراض مرض انيميا الفول، دي من الحالات اللي اكتشفنا منها حالات كتيره جدا، تشخيصها بعد كده العلاج بتاعها شويه انستراكشنز او تعليمات بنديها للاهل للاب والام، لو الطفل ممنوع عنه اكلات معينه ادويه معينه، لو حصل اي موقف زي اصفار بيتوجه لاقرب، فالطفل بيبقى معافى تمام ما عندوش اي مشاكل. في عندنا كمان مرض التليف الكيسي وده من الامراض الخطيره جدا، يمكن سواء سمعنا عنه كتير في الاونه الاخيره، علاجه غالي جدا ومكلف جدا. طبعا لما نكتشفه مبكرا القصه بتفرق كتير جدا. صحيح. في بقى عندنا امراض التمثيل الغذائي الوراثي. يعني احنا في الاخر يا دكتور بنتكلم على مجموعه او حزمه من الامراض الوراثيه مدرجه في هذه المبادره بهدف ان مصر نقدر نقول تخطو بخطوات ثابته وخطوات جاده في اتجاه الحفاظ على صحه الانسان او صحه المواطن المصري، لان الاستثمار بشكل عام في المواطن بيعود بالنفع على الدوله ككل وبينعكس اقتصاديا وبينعكس على كل قطاعات أكيد الدوله. أكيد دكتوره يعني. هاله عبد الرحمن منصف. الطفل بالذات، يعني الطفل بالذات هو مستقبل البلد أكيد. بتاع طفل صحي وخالي من الامراض واسره صحيه، وبعدين الاعاقه كمان بتعمل اعاقه للاسره كلها ماديا، يعني الاب ما بيقدرش يشتغل ولا الام. نعم. فطبعا البلد كمان بتوفر، احنا بنوفر الالبان العلاجيه بالمجان مدى الحياه. صحيح. مهما كان عمره، في اغذيه علاجيه قليله البروتين دقيق ومكرونه ورز بتتقدم بالمجان للاطفال مدى الحياه، في مطبخ تعليمي عندنا. ده من جانب الحكومه طبعاً. لكن ايد لوحدها ما بتسقفش، لازم يكون فيه اهتمام ايضا بالمواطن، لازم يكون حريص زي ما قلتي حضرتك بعمل التحاليل والفحوصات اللازمه ما قبل الزواج تحديدا، لان هي بتكون ساين او اشاره للي ممكن يكون موجود في الخلفه او في الاطفال اللي هيكونوا يعني في المستقبل باذن الله. دكتوره هاله عبد الرحمن منسق مبادره الكشف المبكر عن الامراض الوراثيه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا يا فندم، انا اتشرفت بوجودي معاكم والله. شكرا لك. شكرا ليك يا فندم.